بسام، لو أحد يسألك إيش تعني لك البحرين، إيش ممكن ترد عليه؟ والله يعني الصراحة إيش أقول لك شرقية، يعني يمكن من أصعب الأسئلة اللي تمر علي، لأن أنا من ينسألني هذا السؤال أتذكر وأفكر أقول أنا شنو قدمت حق البحرين؟ أنا شنو عطيت البحرين؟ هل أنا مقصر؟ هل قدمت ما فيه الكفاية؟ يعني حتى السؤال يعني خليني أفكر حتى في مستقبلي أنا، يعني في يعني هل بقدم أكثر للبحرين؟ يعني صراحة السؤال يعني في كمية مشاعر، يعني الإجابة يعني راح تكون فيها كمية كبيرة من المشاعر. هذه هو يعني اليوم إحنا لما أحد يسألنا ويقول لنا إيش تعني لكم البحرين، يمكن هو ترى السؤال بسيط البحرين، بس لما إني نجاوب ترى الوطن كلمة وايد عودة، البحرين يعني كلمة وايد عودة. لو نبي نتكلم عن حبنا حق وطننا، حق انتمائنا، حق ديرتنا، ما تكفينا الأسطور، ما تكفينا الأيام والسنين نحن نعبر عن حبنا وولائنا لوطننا الغالي مملكة البحرين. مساكم الله بالخير مشاهدينا في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج مجتمع واعي. مساك الخير بسام. الله يمسك بالخير جاية، ومساء الخير مشاهدينا، يا مرحبا فيكم. اليوم بالفعل مثل ما قالت رقية، اليوم يوم استثنائي، اليوم غير عن باقي الأيام في حلقة برنامج واعي. اليوم يوم الخير، يوم حملة تدعم الجهود الوطنية أطلقتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. الحملة عنوانها فينا خير، وإحنا أكيد فينا خير، وهي اسم على مسمى في البحريني بطبعة دائما يحب التعاون ويحب نشر الخير. بالفعل يعني احنا في ديرة الخير واكيد فينا الخير، واحنا بحرينيين وبكل فخر نرددها، احنا من البحرين، ديرة التكاتف والتعاون في الازمات، ديرة قوية بهلها وتعشق التحديات. اليوم نسطر كلنا اجمل معاني الوحدة الوطنية، اليوم كلنا يدنا في يد الموجودين في الصفوف الامامية، نرسم معاهم الخطوط الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. اكيد يا رقية، بالتاكيد فينا خير، وهو لسان حال كل من يسكن على هذه الارض الطيبة من مواطن وكذلك من مقيم ايضا، الكل حاب يساعد له بالشيء القليل بس علشان يوقف مع البحرين في هذا الوقت. وايضا الرد ونكرر ونعيد بأن بقائك في البيت وخروجك للضرورة هو أيضا من ضمن مساهمتك ودعمك للجهود الوطنية لحد من انتشار كورونا. صحيح بسام، طبعا البحرين اليوم فخورة بأبنائها وبهذه المجتمع الواعي. اليوم الكل يردد فينا خير، وراح نتساعد دائما في الخير. نبتدي معكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اللي حصلت اليوم، حيث أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد
19 على مواصلة الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا جهودها بشكل مضاعف من أجل توعية كافة أفراد المجتمع حول كل ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية واللي تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا. وأشاد معالي الفريق طبيب بتعاون كافة الجهات من أجل سرعة إطلاق إذاعة باللغة الهندية لتكون رافداً مهماً لدعم الجهود الوطنية في مكافحة فيروس كورونا. في خبر آخر، أفادت وزارة الصحة بأن سيتم إجراء فحوصات مختبرية لفيروس كورونا لأخذ عينات عشوائية لمجموعة من المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، وذلك عن طريق خدمة الفحص بالمركبات بمركز الفحص بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. وأشارت الوزارة لوزارة الصحة بأن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ستقوم باختيار 20 شخصاً بشكل عشوائي من كل المجمعات السكنية في مملكة البحرين على مدى 12 يوم لتستهدف بذلك أكثر من 9000 شخص، وسوف يتم إرسال رسائل نصية لهم تحدد موعد الفحص. بالتأكيد وأكدت وزارة الصحة بأن على جميع من يتم اختيارهم إحضار البطاقة الشخصية، وبإمكانهم أيضاً إحضار من يرقبون من أفراد الأسرة في نفس المركبة لإجراء الفحص المختبري اللي يستغرق مدة 5 دقائق فقط للشخص الواحد، وتهدف هذه الفحوصات بعد إلى تعزيز صحة وسلامة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا. نعم، فاصل وراجعين لكم. فينا خير وبنساعد الغير، خلونا نتكاتف علشان هالديرة، متحدين ومتعاونين بنتجاوز هالمرحلة ونحد من انتشار كورونا. احنا بحرينيين، احنا بحرينيين، فينا خير وبنساعد الغير. مثل ما خبرناكم مشاهدينا في بداية الحلقة أن حلقتنا اليوم استثنائية، لأن راح نغطي معاكم حملة فينا خير، وفي هذه اللحظة نعلن لكم مشاهدين الكرام مساهمة جديدة من المواطنين بمبلغ 127,000 دينار تم جمعها من مصادر المساهمات بالحساب البنكي والبنفيت. طبعا مشاهدينا، البحرين اليوم كلها يد بيد، كلها متكاتفة بروح وطنية عالية جدا دعما للجهود الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا. بالتأكيد رقية، والسلطة التشريعية في مملكة البحرين دائما ما يكون لهم دور فاعل في مختلف المناسبات والظروف اللي تمر فيها مملكة البحرين، وبالتأكيد دورهم أساسي وشريك للمواطن والمقيم في تجاوز هذه المرحلة. وطبعا أكيد يسعدنا اليوم أن يكون معنا على الهواء مباشرة معالي رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح. مساك الله بالخير معالي الرئيس، ويعطيكم العافية على كل جهودكم المستمرة في خدمة والله البحرين. والله يعطيكم العافية على هالجهود، وأنتم ما قصرتوا الحقيقة. الله يسلمك، واجب وطني للجميع. معالي الرئيس، شلون تشوفون هو تعبير عن مشاعر الجميع؟ وأنا في البداية أود أن أتقدم بالشكر لملك الخير في بلد الخير صاحب الجلالة الذي منذ أن تسلم مقاليد الحكم وخيراته مستمرة على هذا البلد لم تنقطع، يحاول أن يسهل على مواطني كل ما من شأنه أن يدخل الفرحة إلى قلوبه، فمشكور يا صاحب الجلالة ومشكور على توجيهاتكم الكريمة، خاصة ونحن نمر بهذه الأزمة التي إن شاء الله ستكون أزمة عابرة. إن شاء الله راح تكون إن شاء الله أزمة عابرة، واليوم فعلا المواطنين جميعهم بينوا أن احنا جميعا يدا بيد متكاتفين لخدمة البحرين. ولكن معالي الرئيس، شلون تشوفون تفاعل الشارع البحريني مع حملة فينا خير؟ أول شيء بغيت أيضا شكر موصول إلى صاحب السمو الأمير السمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد على جهودهم المتواصلة في سبيل أيضا التسهيل على المواطنين ليس في هذه الأزمة، وإنما كانوا ولا زالوا وسيبقون إن شاء الله رمزا للعطاء في هذه البلد. وأيضا شكري أيضا لسمو الشيخ ناصر على مبادرته، هو هذا صاحب مبادرات خيرة
للبحرين ولغير البحرين. فمشكور يا صاحب السمو على هذه المبادرة. أنت قلت فينا خير، وفعلا هذه البلد فيها خير، خير في قيادتها وخير في شعبها. أما سؤالك عن مشاعر المواطنين، المواطن يتعطش إلى لحظة يقدر يرد فقط جزء من الجميل اللي أعطاه هذا الوطن. الوطن أعطى الكثير والكثير، ومهما عمل شعب البحرين ومهما عملنا احنا كمواطنين لا نستطيع أن نرد جزءا من هذا الجميل. وهذه المشاركة، هذا هو شعب البحرين اللي عرفناه. شعب البحرين متضامن، متلاحم، متكاتف، متكافل في الأزمات، محب ودود في زمن الخير وفي زمن الانفتاح. فلذلك كانت هذه لحظة لكي تبرز فيها معدن هذا الشعب الأصيل، معدن هذا المواطن الذي تترسخ في وجدانه كل معاني الخير. وهذه الحقيقة ليست جديدة على البحرين. صحيح، يعني معالي الرئيس، احنا اليوم منذ بداية إطلاق الحملة، وخاصة ان احنا كنا في نقل مباشر يعني من الساعة الثانية، واحنا قاعدين نتلقى بكل حب، احنا قاعدين نتلقى يعني في كل ساعة واخرى يعني مساهمات كبيرة من مؤسسات خاصة، من افراد، وهذا دليل كبير جدا على انه هو اليوم فعلا يوم رد الجميل، هو اليوم اللي نثبت فيه لقيادتنا الرشيدة حبنا وولائنا للبحرين. كيف نقرأ مثل هذه الامور اللي اليوم فعلا حسينا الشعب البحريني في الخطوط الامامية يساند يدا بيد ما تقوم به الحكومة؟ هذا مثل ما قلت، هذا هو شعب البحرين. شعب البحرين ويكتشف معدنه في هذه الظروف، ولذلك اليوم اللي نراه فعلا يعبر عن حقيقة هذا الشعب، في تضامنه مع قيادته، في حبه لقيادته، في حبه إلى بلده، في تضامنه في مواجهة الأزمات، في قبوله للتحديات. ومثل ما يقول سمو ولي العهد، نحن عشاق التحدي ونحول هذه التحديات إن شاء الله إلى فرص. ومثل ما يقول جلالة الملك، إن شاء الله ستكون أيامنا القادمة أجمل وأجمل. إحنا يعني مرينا في أزمات، وهذه شيء طبيعي في حياة البشر، ولكن المهم أن نواجهها بثقة عالية، أن نواجهها بإيمان عميق، أن نواجهها بتعاون وتكاثف ما بين الجميع، وإن شاء الله النصر حليفنا في البحرين إن شاء الله. طبعا نحن نعول على وعي الشعب البحريني اليوم، ونعول أيضا على كل إنسان محب لمملكة البحرين. قبل ما ننهي معك معالي الرئيس، يعني هل من هناك كلمة أخيرة تحب توجهها للشعب البحريني اليوم؟ أنا أقول إن إحنا يعني في مجلس الشورى كسلطة تشريعية، نحن دائما في الخطوط الأولى مع المواطنين ومع القيادة ومع كل قضايا الوطن. ولذلك أنا أعتقد بأن مشاركتنا في هذه الحملة مشاركة ضرورية وأساسية، بل واجب وطني. وأنا يعني باسمي وباسم جميع أعضاء المجلس أتقدم للمشاركة في هذه الحملة بالتبرع ب100,000 دينار. ومهما كان هذا المبلغ بسيط، ولكن في حدود إمكانيات المجلس، ولكن أعتقد أن احنا لرمزية خاصة، ليس المبلغ وإنما الحملة تستاهل أكثر من ذلك. نرجو إن شاء الله أن تكون الحملة ناجحة، وأنا بدوري أشكر جميع الأفراد وجميع المؤسسات التي دعمت هذه الحملة، ونرجو من الله العلي القدير أن تكون أزمة عابرة وسحابة صيف تنتهي بأسرع ما يمكن، وتعود البلد كما كانت، بلد خير وبلد عطاء وبلد أمان وبلد استقرار إن شاء الله يا رب. الله يحفظكم، على جهودكم في التلفزيون وعلى تغطيتكم الكبيرة وعن ما تعبرون عنه، اللي هو فعلاً يمثل مشاعر جميع أفراد الشعب وجميع المواطنين.
واجب وطني مع الرئيس طبعا، والله يحفظ البحرين وشعبها، وان شاء الله يا ربي نقدر نحن نعدي هذا التحدي، واحنا فعلا قادرين على ان احنا يعني نتعداه ان شاء الله باصرارنا وبمحبتنا لقيادتنا، وطبعا يعني نسمع كل التوجيهات والتعليمات التي تصدر من اللجنة التنسيقية. معالي رئيس مجلس الشورى السيد، الله يعطيكم العافية، الله يسلمك السيد علي بن صالح الصالح، شكرا جزيلا لك. شكرا لك معالي الرئيس. مشاهدينا الكرام، المساهمات تتوالى من أبناء البحرين الأوفياء، حيث يعلن صالح بن عيسى بن هندي مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الشباب والرياضة تبرعه بمبلغ 10,000 دينار بحريني. كما أيضا راح نعلن لكم مساهمة مجموعة الزامل بمبلغ 50,000 دينار بحريني، وبعد شركة ناس تعلن المساهمة بمبلغ 50,000 دينار بحريني، ومساهمة محلات المحمود بمبلغ 5,000 دينار بحريني. كذلك طبعا المواطن البحريني اليوم يثبت وقوفه الدائم مع وطنه، هو شعور يعني ليس بمستغرب رقية على أبناء هذا الوطن، خصوصا في هذا التحدي اللي إن شاء الله راح نتجاوزه بتكاتف الجميع. نعم. ضمن جهود وزارة الداخلية تلعب المحافظات دور كبير في التواصل مع المواطنين والمقيمين وتوعيتهم بالإجراءات والتدابير الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا. واليوم راح نسلط الضوء أكثر على دور محافظة العاصمة في تنفيذ توجيهات الفريق أول شيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية لبحث آلية عمل تخفيف كثافة العمالة الأجنبية في مناطق سكنهم كإجراء احترازي ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا. خلونا نتابع معكم هذا التقرير ونرجع نستكمل باقي فقرات برنامج مجتمع واعي. أنا سعيد اليوم أن نطلق حملة Together We Care بالتعاون مع المتطوعين في محافظة العاصمة. معنا الأخ عمار، يعني هو من دائما متطوع داعم لفعالياتنا وحملاتنا، واليوم احنا يعني من منطلق التكافل الاجتماعي بنسوي 1,000 وجبة بالتعاون مع المتطوعين نقدمها للمحتاجين في الأسواق سوق المنامة، وايضا هناك توزيع للاقضيه، وكله بالتعاون مع التجار والايادي البيضاء في مملكه البحرين ودعم المحتاجين من العماله المتواجده. والحمد لله البحرين بخير ان شاء الله دائما، ودائما الازمات هي اللي تقوي الانسان وتطلع كل ما عنده من طيبه وكرم وتكافل مع المجتمع المحتاج من العمالة وغيرها. ابتدينا احنا مع معالي المحافظ محافظ العاصمة في عملية توزيع الأغذية على العمالة الآسيوية، على أساس أن هذه العمالة تضررت بفعل الأزمة الصحية اللي نمر فيها ويمر فيها العالم كله. طبعا حطينا آلية للتوزيع لتوزيع هذه المواد الغذائية، طبعا المواد الغذائية بتكون مطبوخة، وهناك ايادي بيضاء كريمه بصراحه احنا ما نبي نذكرها لكن اجرها عن رب العالمين، وفعلا يعني بين ان الوطن واحد والناس اللي فيه كلهم متعاضدين، خاصه في هالمواقف في هالظروف هذه. طبعا
دور محافظة العاصمة كبير في دعم أعمال التطوعية والشراكة المجتمعية. طبعاً هذه حصيلة سنوات من العمل الجاد من خلال اللجان المتفرعة تحت محافظة العاصمة. نحن نتحدث عن Together We Care، هذا المشروع اللي صار له سنوات في خدمة أهالي محافظة العاصمة وبالأخص أيضا الوافدين والمقيمين في حالة احتياجهم لأي طارئ، حدوث أي طارئ أو حاجة بأي شيء، يكون في دعم كامل لهم. ويسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ العاصمة. الشيخ مساك الله بالخير. في اجتماع اللجنة التنسيقية اليوم تم التأكيد على تنفيذ الإجراءات والضوابط الاحترازية للعمالة الوافدة للحد من انتشار فيروس كورونا. نبي نعرف شنو دور محافظة العاصمة في هذه الشان، واللي سبق أن أكد عليه معالي وزير الداخلية في اجتماع بالمحافظين. مساكم الله بالخير. وفي البداية أحب أن أشيد بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين لما يوليه سموه من جهود جبارة من بداية الأزمة من أجل تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير للوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا بما يحفظ سلامة وصحة المواطنين والمقيمين. ولا شك أن لتكليف سموه وزارة الداخلية تنفيذ الإجراءات والضوابط الاحترازية للعمالة الوافدة في الحقيقة معالي وزير الداخلية في اجتماعه بالمحافظين أكد على ضرورة تخفيف كثافة العمالة في مناطق سكنها في المحافظات، خاصة في المناطق العشوائية واللي تزيد فيها الكثافة، وطلب من المحافظين تخفيف هذه الكثافة بحيث أن نحافظ على سلامة وصحة القائمين ونحدد مواقع للإيواء وننقلهم إليها بحيث أن نوزعها ونحافظ على سلامتها وصحتها وعلى سلامة القائمين في المجمعات. نعم شيخ، يمكن ذكرت لنا الحين أن أيضا من ضمن الأمور اللي تم التأكيد عليها اللي هو تقليل الكثافة العددية في سكان العمالة الوافدة، يعني مثل ما قلنا هذا موضوع جدا مهم عساس أن احنا نقدر نحد من انتشار الفيروس. لكن اليوم نبي نعرف المحافظة إش كثر أنجزت من عمليات مسح ميداني في هذا الجانب. أنا أحب أن أؤكد يعني محافظة العاصمة دائما كانت سباقة في مجال التعامل مع سكن العمالة العشوائية. فإحنا منذ عام 2013 وضعنا برنامج تعديل أوضاع البيوت العشوائية واستطعنا أن نعدل وضع 1069 بيت، يعني هذا رقم كبير. ولا شك أن الآن وعندنا قاعدة بيانات، وإحنا الآن قمنا بتحديث هذه القاعدة البيانات وتعاوننا مع أمانة العاصمة مديرية شرطة محافظة العاصمة، وعندنا يعني الحمد لله يعني بيانات كاملة عن تواجدها في أي المجمعات والمبانيها. وضعنا خطة متكاملة بحيث أن نخفف من كثافتها في هذه المباني بنسبة 30%. فتعرفون أنتوا هذه البيوت العشوائية دائما مشكلتها إن إذا ليس هناك تفتيش دائم عليها تزيد الكثافة فيها. صحيح. فالخطة كانت أن نخفف هذه الكثافة وننقلها إلى مواقع إيواء تكون فيها شروط السلامة والصحة ونخففها من وسط المنامة وهي المناطق اللي تتمركز بها. وأنتوا كلكم تعرفون أن الأحياء القديمة وسط المنامة هذه كثير ما يقطنها هذه العمالة لأنها رخيصة وصير فيها كثافة للأسف كبيرة وقد تكون خطر على سلامتهم وصحتهم. أكيد طبعا. إلى جانب إحنا نقول تقليل الكثافة العددية جزء أيضا من إنجاز المهام أن اليوم يتم توعية هذه العمالة الوافدة، فنبي نعرف بعد شنو هي آليات المحافظة في توعية هذه العمالة والتواصل معهم. والله الحمد لله يعني المحافظة منذ البداية إحنا يعني مثل ما تعرفون كان عندنا مشروع المنامة مدينة صحية والحمد لله استوفينا الشروط، وكان جزء من التوعية وإحنا ركزنا في هالفترة للتوعية للجاليات بجميع اللقاط وسوينا مطبوعات ومنشورات بجميع اللقاط، وأيضا
كون ان بعض الاعمال اميه سويناها بالصور. نعم. والحمد لله يعني قاعدين نوزعها مع الوجبات، فالوعي موجود. وانا احب هنا اشيد صراحه بتعاون مديريه شرطه محافظه العاصمه، واكد على شرطه المجتمع لهم دور جبار اليوم في التوعيه، فهم يعني في كل مكان موجودين ويوعون مثل ما شفتوا. حتى الان بدوا يعطون بعض المخالفات للناس اللي ما تلبس الاقنعه، فلا شك ان هذا الدور والتعاون ويا المجتمع، ان الحمد لله المجتمع البحريني واعي ويلبس القناع يستمع الى التعاليم، لكن بعض الاعمال الوافده الحين بدات تفهم ان اذا ما تلبس قناع هناك ربما تكون مخالفه، وهذه الطريقه يعني الثواب والعقاب ساعات تنفع في كثير، يعني في ان ينتبهون على عمليه لبس القناع ويحمون نفسهم من انتشار المرض. نعم شيخ، ايضا المحافظه اطلقت حمله مع نهتم، وهذه طبعا الحمله يعتبر جزء من دورها الاجتماعي، فشنو اليوم اللي مستوه من تفاعل في القطاع الخاص واستجابته في التعاون مع الحمله؟ والله الحمد لله احنا يعني كون محافظه العاصمه دائما احنا نقول نفتخر نكون قريبين من الاهالي والمقيمين، واحنا كنا من اول اللي استشعر بالظروف الاقتصاديه بسبب فيروس كورونا، يعني كان يقلق المحلات هذين اللي عندهم فيز مرنة، عدم وجود الأعمال، كلها أثر على قطاعات مختلفة. وإحنا بدينا من دورنا توزيع السلال الغذائية والوجبات، والحمد لله يعني وزعنا بين وجبة وسلة 7000 سلة وجبة غذائية على المحتاجين المتضررين، وإحنا بشكل يومي نوزعها. وأنا أبي أشيد صراحة بتعاون مديرية شرطة محافظة العاصمة وأيضا مركز النعيم صراحة اللي إحنا قاعدين بالتعاون معه وشرطة المجتمع نوزع بشكل يومي على هذه الجالية اللي تعاني، وأيضا إحنا ترى نوزع على الجميع، يعني إحنا ما ركزنا على فئة معينة، الصناديق الخيرية والبحرينيين اللي أي من يطرق باب نحن ننسق مع الجمعيات أيضا مع الأندية الجاليات ونرسل لهم المساعدات، وأيضا توزيع الأكل وجبات الساخنة في الأماكن اللي نحس فيها يعانون من نقص المواد الغذائية. والحمد لله أنا هاي الشيء نفتخر به، وفي تفاعل صراحة تفاجأت من تفاعل البنوك والمؤسسات المصرفية في دعمنا، الأهالي التجار، يعني شيء نفتخر به الحمد لله. نعم. خصوصا ان لما يعرفون ان احنا نركز على الفئه الضعيفه الحال والمتضرره واللي ما عندها قوت يومها بسبب هذه الازمه. انا ودي بعد يعني معالي الشيخ نتكلم يمكن اكثر عن محافظه العاصمه، خاصه ان هي يعني معروف عنها ان هي عامره بالانشطه التجاريه، ولاحظنا يعني في التزام واضح من المحلات التجاريه بشان اجراءات كورونا، فشلون كانت الاستجابه من وجهه نظركم؟ والله الحمد لله الكل ملتزم، احنا يعني لا شك ان البحرين مجتمع واعي، احنا لاحظنا يمكن بعد الشيء الزين ان هالاسبوعين اللي تم فتحها يعني توقيت القلق والفتح كان جدا موفق، لاحظنا ان في نشاط شوي صار في حركه تجاريه قبل رمضان، ولا شك ان هذا شوي يساعد التجار على اجتياز هذه الازمه، والحمد لله الكل ملتزم، نلاحظ الحركه في الشوارع قليله، الناس تطلع لاحتياجاتها، أيضا هناك يعني خوف وأيضا اطمئنان الحمد لله، يعني إجراءات اللي اتخذها مملكة البحرين في ظل قيادتها الرشيدة وكلها تبعث بالاطمئنان والراحة، وإحنا مثل ما قلنا الواحد اللي ما له داعي يطلع لا يطلع، ويخفف طلعاته، يتجنب التجنبات، يغسل يده، هاي أمور بسيطة الإنسان يقدر يلتزم بها ويحافظ على صحته وصحة الناس الآخرين. نعم، كلمة أخيرة منك يعني تحب أن أنت توجهها الشيخ اليوم حق الشعب البحريني، خاصة وإحنا يعني باقي لنا ساعات بسيطة جدا تفصلنا عن نهاية حملة في النخير. أولا يعني إحنا لابد أن نشيد في نهاية اللقاء بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لاحتواء انتشار الفيروس،
وهذا يدل على شيء، إنما يدل على حرص القيادة على سلامة كافة المواطنين والمقيمين على أرض البحرين الغالية. ونحن نتشرف بكل فخر أن نكون ضمن فريق البحرين في مثل هذه الظروف الاستثنائية، واللي يتطلب من الوقوف صفا واحدا لخدمة هذا الوطن المقطوع في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المقدة، والجهود الحكومية برئاسة صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المؤقر، ومتابعة صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء. كما احنا يعني نقدر جميع الإجراءات التي اتخذتها المملكة البحرين، لا شك يعني إجراءاتها للحفاظ على اقتصادها ودعمها للتجار وجميع إجراءاتها للحفاظ على صحة المواطنين، هي يعني مسخرة لنا، وأيضا مسخرة أن تثني على هذه الجهود منظمة الصحة العالمية. وأنا بعد في هذا الشأن يعني لابد أن نشيد بمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإمكانية وشؤون الشباب ومستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإمكانية، فعلا مبادرة مميزة بإطلاق سمو لهذه الحملة وتبرع السخي لها، فعلا شجع الناس، يعني حملة فينا خير، حملة نفتخر بها، والله يوفق جهود سمو الشيخ ناصر، ودليل ان البحرين فيها خير وفيها الناس، يعني الحمد لله دور كبير في مجال، لها دور كبير في الاعمال الانسانيه في ظل هذه الازمه اللي عصفت بالعالم كله. صحيح. احنا دائما البحرين نشوف افضل، دائما البحرين تقدم اجمل المبادرات، والحمد لله دائما طيبه اهل البحرين وسخائهم في الأزمات دائما مميزين إن شاء الله. نعم دائما راح يكون مميزين أكيد. طبعا الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ العاصمة، شكرا جزيلا لك. يعني مشاهدين نحن نرد نكرر ويعني نذكر أن حملة فينا الخير مستمرة، لكن نحن يمكن نهاية اليوم المفتوح ممكن نخلص معاكم اليوم، ولكن لا يعني أن الحملة يعني بتكون خالصة أو إحنا راح نتوقف عنها، بالعكس هذه الحملة مستمرة، أيادي الخير لا زالت ممدودة، فرص الدعم لا زالت موجودة مفتوحة للجميع، هذه البحرين وهذه ديرتنا وديرتنا تستاهل. طبعا مشاهدينا نعلن لكم مساهمة شركة الخليج الأوراق المالية بمبلغ 3500 دينار للحملة الوطنية، الله يعطيهم العافية، والمساهمات ما زالت متوالية، ويسرنا أيضا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد جلال خليل المدير العام لشركة المتحدة للتأمين، مساك الله بالخير، وياريت توجه لنا كلمة بهذه المناسبة. مساكم الله بالخير اختي، واحب في البدايه اقول ان بالنيابه عن مجلس اداره الشركه المتحده للتامين وادارتها التنفيذيه وجميع موظفينها، احب اقدم اسماء ايات العرفان والتقدير الى مقام جلاله الملك الله يحفظه ويرعاه، وايضا الى مقام سمو رئيس الوزراء الموقر الله يحفظه ويرعاه، وايضا الى مقام سمو ولي العهد الامين الله يحفظه ويرعاه. وكما أحب أن أتقدم بالشكر أيضا إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد على إطلاق حملة فينا خير. الحقيقة يسعدني أن أذكر أن الشركة المتحدة للتأمين بتساهم بمبلغ وقدره 20,000 دينار بحريني في الحملة، وهذه المساهمة هي تعبير لتقدير وعرفان الشركة للجهود الوطنية المبذولة للتصدي لفيروس كورونا، وأيضا العمل الجبار من قبل الكادر الطبي وجميع المسؤولين. الله يحفظ البحرين إن شاء الله والعالم أجمع، وكلكم ما قصرتوا الصراحة. الله يحفظ الجميع. شكرا جزيلا السيد جلال خليل المدير العام للشركة المتحدة للتأمين. والحين طبعا مشاهدينا راح ننتقل معاكم الى بسام اللي راح يستعرض ويانا اخر الاحصائيات المتعلقه بفيروس كورونا في مملكه البحرين. تفضل بسام. اي وهيك خير على الحمله ما شاء الله. مشاهدينا الكرام راح نستعرض اخر احصائيات وزاره الصحه فيما يتعلق بمستجدات مواجهه فيروس كورونا. اليوم الجمعه 17 ابريل 2020 بلغت الحالات القائمه 1011 حاله، وضع الحالات المستقره وصل إلى أو يبلغ 1008
حالات مثل ما نشوف الجدول، وفيما يبقى 3 أشخاص تحت العناية اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب. أما المتعافون فيبلغون حتى اليوم 726 متعافى من الإصابة من فيروس كورونا. أما الوفيات فهما 7 حالات، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. وأجرت مملكة البحرين فحوصات مختبرية لأكثر من 79,000 شخص، وهي النسبة اللي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة طبعاً بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم الجمعة في مملكة البحرين رصد 44 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 2 لعمالة وافدة و10 حالات لمخالطين و22 حالة قادمة من إيران ضمن خطة إجلاء المواطنين، وكذلك أيضاً تعافي 23 حالة. هذا كل اللي عندي وعودة إلى رقية. يعطيك العافية بسام، طبعاً الله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه. خلونا نطلع هذه الفاصل ورجع نواصل معكم. مشاهدينا الكرام، هل البحرين معروفين بعطائهم وسخائهم ووقفاتهم الوطنية المشرفة على مر الأزمان؟ وخير البحرين علينا كلنا، وكثير طبعا اليوم تفاعل مع حملة فينا الخير، وطبعا هذا الشيء ما هو جديد على هل البحرين اللي شفناه، ما هو إلا ناس ما يقولون قطرة من بحر خيرات ديرتنا علينا. أكيد يا رقي، إحنا راح نتكلم أكثر عن هذه الوقفة غير المستغربة على هل البحرين مع السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى. مساك الله بالخير. مساء الخير وأشكركم على هذه الاستضافة. يا هلا وسهلا. نحييك طبعا أستاذ الكريم، يعني شفنا اليوم الوقفة التاريخية للمواطنين وللتجار والمؤسسات في هذه الحملة، حملة فينا خير، وهي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة بالطبع. صحيح. أستاذ الكريم، يعني شلون شفت تفاعل الناس مع هذه الحملة من بداية اليوم وطبعا حتى هذه اللحظة؟ شكرا جزيلا. أعتقد بداية تحية شكر واجبة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد، هذا الرجل القيادي الشاب الذي دائما ما يخرج علينا بمبادرات صراحة فيها تحدي، ودائما ما تربح البحرين هذا التحدي، إن كان في قطاع الرياضة أو الخدمات الإنسانية أو المساعدات. أعتقد سر نجاح هذه الحملة، قبل أن أدخل يعني بشعوري الخاص أو يمكن شعور الناس أو نقل شعور الناس، سر نجاح هذه الحملة كذلك بأن سمو الشيخ ناصر عندما خاطب شعب البحرين خاطبهم كناصر الابن، ناصر الأخ، ناصر المواطن البحريني، لم يخاطبهم من منصب رسمي، ظهر بكل بساطة وتحدث كبحريني، وحمس فينا وفي البحرينيين هذه الروح، روح التحدي، وقال بأن البحرين قد لا تكون محتاجة لهذا التبرع، لأن سيدي صاحب الجلالة حفظه الله يعني كفى ووفى من خلال المبادرات ومن خلال كذلك برامج الدعم 4 مليار و300 مليون وغير ذلك، ولكنها فرصة، وأعتقد هذا هو السر أن هذه الحملة متواصلة. نعم. ومتواصلة بزخم كبير، هي فرصة لنا نحن كبحرينيين وكبحرينيات بأن يعني نؤدي للوطن جزء ولو جزء بسيط مما قدمه الوطن لنا. هذا السر في أن هذه الحملة خرجت بهذه يعني بهذا الشعور وبهذه الطريقة التي تلامس المشاعر وتلامس القلب، ويعني تسجل لحظة وطنية، أعتقد لحظة كذلك تاريخية. بالعودة الآن إلى سؤالك، سمة أهل البحرين
دائما هي التكافل والتضامن والمساعدة. أهل البحرين مجبولين كما نعرف جميعا على مد يد العون، على تقديم الحاجة للمحتاج، على التعاون، على التكافل، وبالتالي شعب البحرين سينجح في هذه الحملة كأفراد، كمؤسسات، كشركات. يعني مثال على ذلك، عندما فتح أو فتح يعني موضوع التطوع في الفريق الوطني المعني بمكافحة جائحة كورونا، في أول 5 ساعات بدأ أو يعني وصل عدد المتطوعين إلى 12,000، في أول 5 أيام 30,000، وهذا مثال واحد. هذه المرة التحدي من نوع آخر، هذه المرة نحن كمواطنون وكمواطنات نؤدي دين، هذا الدين علينا للبحرين. أنا واثق بأن هذه الحملة ستنجح، وشعور المواطنين يتبرعون بحماس، لا يتبرعون فقط لأنهم يريدوا أن يعني يسهموا في القضاء على هذه الجائحة، وهذا أمر نبيل طبعا، ولكنهم يتبرعوا لكي يثبتوا لأنفسهم وللعالم بأنهم بحرينيون، وأنهم قادرون على أن يعطوا هذه الأمة الكبيرة البحرين شيء من 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 ما يملكون، وأعتقد هذا هو الشيء الإيجابي. في كل مرة المر في تحدي يضرب الشعب البحريني مثل جميل جدا يعني للعالم كله، صحيح. في التلاحم، في الترابط، في التكاتف الجميل. اليوم حملة فينا الخير بينت هذا الشيء وأكدته مرارا وتكرارا، وإن شاء الله طبعا إحنا مستمرين في هذه الحملة، وأكيد نتوقع يمكن كثير من المساهمات. لكن يعني لو رجعنا تحديدا إلى مساهمات خلينا نقول القطاع الخاص، رجال الأعمال، نعم. كيف قراءتكم اليوم لها؟ بطبيعة الحال القطاع الخاص هو جزء من هذا المجتمع. المجتمع البحريني عندما يعني تلم بالبحرين مصيبة أو كارثة أو جائحة أو تحدي، يمكن يعني الكلمة التي أنا شخصيا أفضل أن أستخدمها تحدي، عندما يكون هناك تحدي في البحرين تتضافر كل أطياف المجتمع، من أفراد، من مؤسسات، من مؤسسات مجتمع مدني، وأكيد قطاع مهم في هذا المجتمع هو القطاع التجاري. رجال الأعمال في البحرين عودونا دائما بأنهم يعني معول للبناء وعفارق بسيط. تجدون بأن الرجل الأعمال البحريني، يعني يمكن لا أريد أن أستخدم يعني أمثلة في باقي الدول، ولكن التجار رجال الأعمال كما نعرف جميعا هم سعوا كذلك منذ البداية للتبرع، وتم يعني الاتفاق على أنهم أكيد سيطبقون إجراءات الكورونا، وقد طبقوا هذه الإجراءات حتى قبل صدور القرارات. وبالتالي عندما يعني دخلنا في موضوع التبرع نجد بأن وتيرة هذا التبرع في يومين، يمكن قبل قليل أنتوا أعلنتوا 15,400,000، أنا متفائل بأن هذا العدد سيتضاعف كثيرا، من القطاع التجاري أكيد، وكذلك من المؤسسات الرديفة. معالي رئيس مجلس الشورى أعلن قبل قليل عن تبرع مجلس الشورى ب100,000، هناك الكثير من الفعاليات كذلك المجتمعية تبرعت، البحرين ككل تتبرع، جزء منها طبعا رجال الأعمال. نؤكد سعادة النواب أن هذه الحملة لا زالت مستمرة بالطبع، وكما تفضلت يعني التجار في مملكة البحرين يعني ساهموا بالكثير ولا زالوا يساهمون في 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 كل جهد وطني يبذل، خصوصا في هذه الفترة الاستثنائية اللي احنا نمر فيها، واحنا حاليا بعد لا زالت المساهمات مستمرة. وعندنا هذا الإعلان، نعلن لكم مشاهدينا الكرام عن مساهمة شركة شوقي علي فخر وأولاده بمبلغ 10,000 دينار، ومساهمة شركة أيضا بن فقيه للاستثمار العقاري بمبلغ 100,000 دولار أمريكي، أي ما يعادل 37,600 دينار بحريني، بالإضافة إلى 5,000 دينار بحريني من مساهمات المواطنين أضيفت أيضا لهذه الحصيلة، وتضاف أيضا لسلسلة هذه المساهمات اللي تقدم بها المواطنين طول هذا اليوم المميز اللي احنا نمر فيه رجية. أمانة يعني ما نقدر إلا احنا نقول شكرا لجميع أهل البحرين، شكرا لكم على مساهماتكم الكبيرة وعطائكم اللامحدود. نعم بالتأكيد، ولا ننسى ان احنا نذكر بعد ان ايضا لا زالت هناك وقفات من الكتاب والصحفيين في مملكة البحرين، صحيح. خصوصا في نشر يعني إيجابيات هذا التحدي والحملة هذه اللي احنا نمر فيها اليوم. نشرت الكاتبة الصحفية والإعلامية سوسن الشاعر مقطع فيديو على حسابها الشخصي في الانستغرام، يعني تفاعلا مع حملة فينا خير. وش رايك يعني في الفيديو اللي كلنا فينا خير لوطننا الغالي؟ مشاهدينا خلونا نشوف وياكم هذا المقطع. مساكم الله بالخير،
من يقدر ينكر أن الحزمة الاقتصادية اللي قدمتها الدولة غطت كثير من الاحتياجات وسوت البحرين الصراحة في هالأزمة اللي ما تسوي دول كبيرة وعندها إمكانيات. ولكن مثل ما نعرف في للحين احتياجات، في للحين أسر تضررت ما تشملها هذه الحزمة، في بعد عمالة وافدة في ذمتنا تضرروا وما يقدرون يحصلون قوت يومهم حتى في هذه الظروف والإجراءات الاحترازية. إحنا فينا الخير، التاجر اللي أسس تجارته من هالبلد هذه، من أرضها، من وطنها، من خيرها، فيه الخير وإحنا على ثقة بذلك. المواطن الفرد العادي البسيط يقدر بأبسط التبرعات اللي قدمها في هذه الحملة، يقدم حتى نموذج حق ولده يقول له هذه ديرتك وهذه أرضك وهذه وطنك وإحنا فينا الخير. أتصور أن الحملة هذه بتبين معدن البحرين الأصيل. فعلا كما تفضلت الأستاذة سوسن الشاعر، المعدن البحريني الأصيل لأبناء هذا الوطن الغالي يظهر في كل أزمة. مشاهدينا، الحديث أكثر عن هذه الحملة معنا عبر الهاتف الكاتبة الصحفية والإعلامية سوسن الشاعر. مسيك بالخير مبسام. يا مرحبا، مساك الله بالنور والسرور. طبعا مثل ما تفضلتي من خلال هذا الفيديو اللي حمل حقيقة معاني ورسائل يعني كبيرة، ايش رايك ام بسام في التفاعل الكبير لابناء البحرين من اللحظه الاولى اللي تم اطلاق فيها حمله فينا خير وحتى هذه اللحظه؟ اولا انا احب اوجه رساله لجلاله الملك الله يحفظه، احب اهنيه بعياله. يحق لك يا ابو سلمان تفخر بعيالك، يحق لك يا طويل العمر تفخر هذه فيمه عيال الملوك. اولا نبتدي بولي العهد باللي سواه، باللي حققه من إنجاز، جعل البحرين يعني نموذج لكل العالم، دول المنطقة والمجتمع الدولي كله يشهد بتجربة البحرين، ولم شمل البحرينيين وجمعهم تحت راية الفريق الواحد. هذه يعني مفخرة، وهذه يستحق كل أب، حتى يعني وليس فقط الملك، إنما كأب يحق لنا يفخر بعياله. ثانيا يحق له يفخر بشيخ الشباب الشيخ ناصر صاحب المبادرة اللي أطلقها اليوم من أمس، من الفيديو اللي طلع وهو يتكلم فيه والبحرين كلها متحمسة حق اليوم، وشفنا النتيجة الحمد لله. حرك مشاعر وطنية جميلة، بداها بنفسه، وطبعا عشان يصير شيء فعل مو بس قول، بداها بنفسه وفتح التبرع بالمليون للدينار الأولية والحمد لله. وهذه التكامل بين العيال، هذه التكامل بين كل قيادات الدولة وأجهزتها، لما يصير بهذه الروح بهالجمال هذه ينتج عنه الخير حق البلد كلها، فالحمد لله. هذه رقم واحد. رقم اثنين، يحق لك يا أبو سلمان تفخر بهالشعب اللي يوم البحرين انتخلت هالشعب هذه البحرين كلها قالت لبي يا وطن. تبرعوا أول شيء كمتبرعين كمتطوعين 30,000 ما شاء الله من شبابنا وعيالنا، وشفناهم اللي في الدفاع المدني واللي في الصحة واللي في قطاعات ثانية وفي تنظيم، هذه عيالنا، هذه البحرين. ولما قلنا لهم تعالوا تبرعوا، شوف ما شاء الله، يعني أنا الصراحة ما توقعت الرقم، لكن ولله الحمد فعلا فعلا صدق فينا الخير. ترى مو بس خلني أقول لك فواز بسام، مو بس الفلوس، الفزعة، جمال الفزعة بس اللي شفناها اليوم في عيال البحرين هذه كم تسوى، لمتنا على قضية واحدة هذا ايش كثر تسوى. يعني الحمد لله، من تقول البحرين حق عيالها محتاجة ولا أبي فزعتكم، تشوف شلون، تشوف الكل يقدم، يعني ترى حتى اللي قدم أصغر تبرع، يعني هذه ساعات يعني أحس في ناس هم محتاجين، هم معتازين وبعد عطوا، وهذه هم البحرينيين. أحب أهني وأشكر فعلا، ترى مو بس الشكر، أحب أهنيهم المتبرعين هنيئا لكم، لأن هذه فعل خير وجزيت الجنة. اللي يتبرع الحين في فلوسه في هالأزمة هذه ويعطي ويرد الجميل ويعرف ان المتلقي راح يكونون اسر معتازه، اسر محتاجه، وافدين ما عندهم
اللي يعني يسد حاجتهم. هذه فعل خير، هذه حزتكم. هذه يعني الجمال، وقفات الشعب الوفي هذه وجمال تبدى في هذه التبرعات اللي حتى اللي دفعت عن طريقة عن طريق البنفت، مو بس الشركات والمؤسسات والبنوك اللي فرحوا قلوبنا بهالتبرعات هذه، لا حتى الإنسان البسيط. الله أعلم شوف كم واحد محتاج هو بعد أعطى. الحين نعم بس عندي كلمة أخيرة. نعم تفضلي. الميد الحين على حسن توظيف توزيع هالأموال. نعم. أول شيء نبدي بعيال ديرتنا، في أسر وفي فئات ما شملتهم الحزمة، والله الله فيهم والعدل والإنصاف في توزيعها. نعم. ثاني شيء لا نقول في أجانب وفي وافدين وما يستاهلون وما يستحقون وبس عطوا البحريني، لا ترى ذلين في ذمتنا. كل إنسان محتاج وقاعد في على هالأرض وموجود وتقطعت فيه السبل في ذمتنا، بغض النظر عن دينه، بغض النظر عن عرقه، بغض النظر عن جنسيته. ترى هذه البحرين. نعم. على مر التاريخ هذه البحرين ملجأ للأياويب، ملجأ حصن، مظلة إنسانية تجمع تحتها القريب والبعيد، الغريب والبحريني، كلنا في خدمة اللي موجودين على هذه الأرض وفي ذمتنا. هذه نعم. عاداتنا وهاي تقاليدنا ورثناها وارث عن وارث مثل ما يقولون، ابن عن جد. بسام اذا سمحتي لي وشعب. نعم بسام، احنا شفنا يعني ما تفضلتي في يعني تكاتف هالبحرين خصوصا في خدمة المقيمين، شفنا يعني باشكال متعددة، شفنا نماذج مشرفة الحقيقة في الايام اللي طافت. ولكن اذا سمحتي لي بسام قبل الله نختم، يعني انا ودي اسالك سؤال من منطلق اعلامي، يعني بصفتك إعلامية قديرة على رأس الجسم الصحفي في مملكة البحرين، اليوم هل فقط دور الإعلامي ودور الصحافة، هل فقط دورهم هو نقل الخبر والسبق الصحفي، أم أن دورهم في هذا التحدي هو أكبر من ذلك؟ لا لا طبعا، أنت إذا عندك أي أداة للتأثير للتوجيه وتساهم فيها وتقدر تخدم هذا البلد بكلمتك، غير عن نقلك المعلومات وتحريها وتأكد منها بشكل سليم انها توصل بالشكل الصحيح، يعني غير هذه اذا عندك قدرة على انك تقول كلمة وهذه الكلمة ممكن تأثر فهذه واجب عليك. هذه يعني اكبر الادوار اللي الواحد ينتظرها في هالفترة هذه من كل صاحب قلم، من كل صاحب راي، من كل صاحب وسيلة من وسائل التأثير، ترى حتى الصورة، حتى الرسمة، الكلمة، وكل وسائل التعبير أنت ممكن تأثر وتوجه وتخدم هالبلد، وكلنا فينا الخير إن شاء الله. نعم الكاتبة الصحفية والإعلامية الأستاذة سوسن الشاعر، شكرا جزيلا لك. نعلن لكم أيضا مشاهدينا مساهمة عبد الرحمن راشد البسكي وأولاده بمبلغ 20,000 دينار بحريني، ومساهمة شركة الأنصاري بمبلغ 10,000 دينار بحراني والبحريني عفوا، وطبعا المساهمات لازالت مستمرة. أكيد رقيت شفنا اليوم المسؤولية المجتمعية بأبهى صورها بالتكاتف الكبير من القطاع الخاص وكذلك من المؤسسات والأفراد اللي ما تأخروا ولا لحظة عن تقديم هذا التبرع وهذا الإسهام. بالضبط، يعني أنا أكد على كلامك أنه ما حد تأخر، وبالضبط يعني شفنا على مدار اليوم الإسهام الكبير اللي يمكن يعني مو يمكن أكيد يعكس حب وطننا الكبير ورد جزء بسيط جدا من حقه علينا. وعشان نتكلم أكثر عن التفاعل الكبير اللي شفناه اليوم يسرنا ليكون معنا عبر الهاتف الدكتور عبدالله سلطان الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين. نمسي عليك دكتور عبدالله، وياريت يعني تقول لنا كلمة بهذه المناسبة، تفضل. مساء الخير، يعطيكم ألف عافية. بداية ودي أوجه تحية للقيادة الرشيدة على كل جهودهم للتصدي لفيروس كورونا وحرصهم على سلامة المواطنين والمقيمين ومملكتنا الغالية، وأكيد طبعا ما ننساكم، تحية خاصة لكل العاملين على هذا البرنامج. طبعا كشركة البحرينية الكويتية للتأمين وحتى شركاتنا التابعة كلنا نؤمن بأهمية الواجب الاجتماعي، وأمانة قمنا ببعض من المبادرات مثل خصم بشكل عام لتخفيف الأعباء المالية على الناس، وعشان زبايننا اللي يدد من رسوم التأمين توصل حتى إلى نهاية 3 أشهر القادمة. وفي الحقيقة صممنا منتج تأمين للحوادث الشخصية بسعر خاص
ويغطي حتى فيروس الكورونا لا قدر الله. والإمراج اليوم حبيت أعلن بصفتي الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين ونيابة عن مجلس الإدارة وكل منتسبي الشركة عن مساهمة الشركة بمبلغ 100,000 دينار للحملة الوطنية في النخيط، وهذه مساهمة من الشركة وواجب وطني تقديرا للجهود الوطنية الجبارة. يعطيكم ألف عافية وقواكم الله. الله يعافيك دكتور عبد الله سلطان الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين. عودة لك يعني ضيفنا الكريم، هذه الكم الكبير من المساهمات، هذه المشاعر الجميلة اللي اليوم قاعدين نسمعها من أبناء البحرين، وأنا متأكدة أن في أقلام صحفية بكرة راح تكتب عن حب هذا الوطن. اليوم كل من قاعد يعبر بطريقة يعني الخاصة، اللي يكتب واللي يغرد واللي يقصد واللي يغني في حب البحرين، فانعكاس هذه الإيجابية ذي كلها، هذه التفاعل الكبير على الصفوف الأمامية. طبعا تحية كبيرة للصفوف الأمامية من نساء ورجال، أمانة يعني يبذلون جهد، وأمانة واضعين أرواحهم كذلك على كف ليدافعوا عن البحرين ولمواجهة هذه الجائحة، وهم فعلا الأبطال الحقيقيين الذين نفتخر فيهم طبعا أينما كانوا، سواء العاملين في المستشفيات، العاملين في المعامل، من يذهبون إلى أخذ الفحص وغير ذلك، حتى من يذهبون كذلك ويشاركون في يعني رعاية البحرين الذين يأتون من الخارج، نفتخر فيهم. طبعا هذه الحملة الشيء كذلك الجميل فيها بأنها يعني ترجمة إلى شعور كل بحريني وبحرينية في التحديات، وإن كانت هذه التحديات يمكن سيئة، هذه الحملة وحدت كذلك. الشيء الجميل في البحرين بأنها أولا عصية على أي تحدي، ثانيا لا تجتمع فقط في الفرح، تجتمع كذلك إذا كان هناك تحدي حقيقي أو وباء أو مشكلة، وبالتالي تجد الجميع، تجد كل بحريني قد يعني تفعل فيه الشعور الموجود وهو شعور الوطنية. هذا الشعور نجده في المتبرعين، نجده طبعا في العاملين في الصفوف الأمامية، ولكن عندما يشاهدون بأن الكل يقدر عملهم وأن هناك قطاعات أخرى تعمل وتساهم ماليا وعينيا طبعا في مواجهة هذه الأزمة يعني الجائحة، تجدين بأن كذلك هذا يؤثر على عملهم تأثير إيجابي ويعملون بروح يعني أكبر، ويشعرون كذلك بأنهم مقدرين، بأنهم يعني هم يد والمجتمع يد والقيادة يد وكل من تبرع يد، فكل هذه الأيادي تعمل متشابكة وتعمل بوتيرة واحدة لمواجهة هذا التحدي، وهذا الجميل صراحة. نعم يعني أستاذي الكريم، يعني إحنا قاعدين نشوف الأمانة يعني نموذج مشرف يعني البحرينيين وكذلك إلى جانبهم المقيمين كذلك قاعد يرسمون يعني صورة مشرفة لمملكة البحرين، الصورة المشرقة اللي تعودنا عليه واللي العالم تعود عليه. بالتأكيد إحنا متواصلين معك أستاذ علي، لكن بعد هذا التقرير مشاهدينا راح نتابع معكم هذا التقرير وراجعين لاستكمال حديثنا مع السيد علي العرادي. جهود فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد كانت استثنائية، شهدت لها بامتياز كبرى الدول والمنظمات العالمية، ولأن عملية التنمية لا تقتصر فقط على الجهات الحكومية، وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لإطلاق حملة مجتمعية لدعم الجهود الوطنية من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد. هذه المبادرة الخيرة هي نهج كريم اعتدناه من سموه الكريم الفارس الأصيل الذي عرفناه مبادرا ومشاركا ومحفزا لطاقات وجهود أبناء الوطن، كيف لا وهو يسير على خطى والده وقدوته عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ملك الإنسانية، صاحب شيم الخير والعطاء. في الناخر ليس مجرد شعار لحملة وطنية، بل هو تجسيد لواقع المجتمع البحريني الذي جبل على حب الخير والتعاضد بين كافة أفراده وأطيافه، فلطالما كانت فرجان الأول شاهدة على روح التعاون والتكافل. هذه القيم التي زرع بذرتها الأجداد والآباء بالأمس، ولا نزال نحن الأبناء نرعى غرسها اليوم. مملكة البحرين بقيادتها الكريمة أثبتت معدنها الأصيل في مختلف الشدائد، واليوم
هي قادرة على التكفل بجميع التكاليف المترتبة على هذه المرحلة الحرجة، ولكن ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية هو الهدف الأسمى من حملة فينا خير، والتي بالتأكيد ستكتب فصلا مشرفا جديدا في تاريخ أهل هذه الأرض الطيبة. نعم، سوف تنتهي هذه الأزمة ويزول هذا الوباء بإذن الله، وسيذهب طي النسيان، ولكن سيبقى تلاحم الشعب وتكافل المجتمع درسا وطنيا خالدا نستذكره جيلا بعد جيل، ونردد بكل فخر واعتزاز من خلقة الدنيا واحنا أهل البحرين بالجود ويا الكرم والعز معروفين. حياكم الله من جديد مشاهدينا، برنامجنا مستمر وحملة فينا خير أيضا مستمرة. لاحظ معاكم طبعا الأرقام على الشاشة، وصلنا إلى رقم يعني كبير الحقيقة. البركة طبعا في شعب البحرين، البركة في تجارنا، في مساهماتهم اللي يعني صراحة أثبتت أن فعلا اليوم هو يومهم لإثبات مدى وطنيتهم ومدى يعني قوتهم في إيصال هذه. اليوم شاهدنا طبعا مشاركات ومساهمات واسعة من رجال الأعمال في مملكة البحرين، ولكن يسعدنا أيضا أن يكون معنا للمرة دور المرأة البحرينية طبعا لها دور فاعل ومحوري في مثل هذه المناسبات. وكذلك معنا عبر الهاتف السيدة أحلام جناحي، رئيسة جمعية رائدات البحرين. مساك الله بالخير أستاذة أحلام. مساء الخير، شلونكم؟ طبعا المرأة البحرينية دائما ما تكون جنبا إلى جنب الرجل في مختلف الظروف، شلون تشوفون تفاعل اليوم سيدات الأعمال في مثل هذه الظروف؟ طبعا احنا أولا نحب نبارك للحملة الوطنية فينا خير، ونتوجه بالشكر بعظيم الشكر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظ الله ورعاه على توجيهات جلالته السامية ورعاية جلالته للشعب البحريني والمقيمين في البحرين. والشكر إلى صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان حفظ الله ورعاه على متابعة سموه الأمور الهامة في وقت الأزمة، أزمة كورونا، والحمد لله على سلامته. ونقول جزيل الشكر والامتنان والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد حفظ الله ورعاه على الجهود المبذولة الجبارة على رعاية سموه الشخصية وقيادته وتأسيس فريق البحرين. ونبارك للحملة الوطنية، ونبارك ونشكر الشيخ سمو الشيخ ناصر بن حمد على مبادرة فينا خير. الحمد لله احنا نقول البحرين كلنا فينا خير، والمرأة البحرينية فيها خير، ودائما احنا مع الوطن والقيادة في كل وقت. ونعجز وتعجز كلماتي عن الشكر للعاملين في فريق البحرين ليل ونهار، وهم في الخط الدفاع الأول، وباسم جمعية سيدة الأعمال البحرينية نقول نتقدم بدعم مبلغ 5000 دينار، ونشكر كل اللي قائمين على الحملة. وصراحة احنا دائما موجودين للبحرين وروحنا فدا البحرين. ونقول بعد نشكر الفريق الإعلامي البحريني ولكل بحريني مخلص ووفي للوطن، واحنا كلنا لكم ان شاء الله. كل مرأة بحرينية سواء كانت في البيت او في العمل او في القطاع الخاص. نعم، شكرا لكم على هذا التبرع السخي للأستاذ أحلام جناحي، رئيسة جمعية سيدات الأعمال، شكرا جزيلا لك. طبعا متواصلين معك أستاذ علي في هذه الحملة وفي هذه الحلقة اللي يعني قد تكون مخصصة بشكل أكبر عن الحديث عن هذه الحملة، لكن بدنا أيضا نتكلم عن إجراءات مملكة البحرين في التصدي لهذا الفيروس. يعني على مختلف الصعد رأينا العديد من الإجراءات، سواء عند الطاقم الطبي، الطاقم الدبلوماسي، جهود إعلامية، جهودكم أيضا في السلطة التشريعية، وهي جهود مشكورة ومقدرة. يعني إحنا الأمانة يعني دائما نقول إحنا محظوظين بقادتنا، دائما نرى الثقة موجودة بين الشعب وبين القيادة. صحيح. في مختلف الظروف اليوم بعد قاعد نشوف ثقة من نوع آخر، ثقة المقيم بالقيادة بصناع القرار. نعم. كيف ترى هذا الأمر؟ يعني ليس بسر أن مملكة البحرين في أي استفتاء في أكثر المدن أو الدول التي لا يشعر فيها الأجنبي بأن أجنبي،
أكثر الدول أو المدن التي يشعر فيها الغريب عن البحرين بأنه في وطنه وبين أهله، ليس يعني ليس بسر إذا قلت وأنتم تعلمون، وأعتقد السيدات والسادة المشاهدين يعلمون أكيد بأن البحرين دائما تكون في مصاف الدول الأولى، وذلك طبعا راجع لطبيعة البحرين كمجتمع متسامح، مجتمع يتقبل الآخر، طيبة شعب البحرين، قبل ذلك أيضا قيادة البحرين وعلى رأسها سيدي صاحب الجلالة عندما أطلق المشروع الإصلاحي، أيضا جعل جزء من هذا المشروع تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وجزء من ذلك أكيد المقيمين طبعا المواطنين وكذلك المقيمين. الأمر الآخر بأن في عندما يكون هناك أي أزمة في البحرين لا ينعزل الشعب عن الجاليات الأخرى، الشعب شعب البحرين من تلقاء نفسه يحاول أن يساعد هذه الجاليات. يعني اليوم يمكن ورد في يعني مداخلة الأستاذة سوسن الشاعر وجه لها تحية، لا ننسى غير البحرينيين، وإذا لاحظنا سنجد بأن معظم الفعاليات الاقتصادية تحدثت في نفس الجانب، القطاع الرسمي نفس الشيء، يعني أعضاء السلطة التشريعية نفس الشيء، في كل عملهم دائما يكون هناك جزء كذلك لغير البحرينيين، وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا، وبالتالي تجد غير البحريني أولا لا يشعر بأنه غريب، وثانيا يعني يتفاعل مع أي حدث ويشعر بأنه في وطنه، وتجده كذلك في الصفوف الأمامية، تجده كذلك يسعى للدفاع عن البحرين، يسعى كذلك للمشاركة في يعني أي جهد تحتاجه البحرين، وهذا ليس فقط في جائحة الكورونا، هذا موجود منذ الأزل. شعب البحرين كمجتمع ساحل، البحرين كجزيرة منفتحة للعالم تستقبل يعني جاليات من خارجها تتفاعل معهم، البحريني بطبيعته يعني لا يشعر أو لا يترك للآخر يعني مجال لكي يشعر بأنه غريب، وهذا هو الأمر الإيجابي. وبالتالي بالعودة إلى سؤالك، غير البحرينيين يساهمون ويساهمون بفعالية، ويساهمون لأنهم يؤمنون بأنهم يدافعون عن الأرض التي يعيشون بها، وبالتالي يدافعون عن هذه الأرض بمحبة وبمحبة حقيقية أمانة يعني، وهذا ما نلمسه أكيد يعني. احنا دائما نقول ان هذه هي البحرين، وهذه عوايد عيال البحرين، وهذا شيء مو غريب على اهل البحرين، دائما بيكون فينا الخير باذن الله. السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك ولحضورك. شكرا لك على الاستضافه. مواصلين معكم مشاهدينا، ولكن من بعد هذا الفاصل.
حياكم الله من جديد مشاهدينا، نعلن لكم مساهمة شركة البحرين للملاحة بمبلغ 100,000 دينار بحريني، ومساهمة أيضا من شركة حبيب أحمد قاسم أولاده بمبلغ 30,000 دينار بحريني. بسام، يعني كلمة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اللي أطلق من خلالها حملة في النخير كان لها أثر كبير على شباب وشابات البحرين، وهذا الأثر اليوم قاعد يترجم مع وقفة شعبية كبيرة من مواطنين من تجار ومقيمين، الكل قاعد يشارك، الكل قاعد يساهم في هذه الحملة. نعم. ويسعدنا أن يكون معنا عبر السكايب سعادة النائب إبراهيم النفيعي عضو مجلس النواب. يا هلا وسهلا فيك سعادة النائب، وشلون شف تفاعل الناس اليوم مع توجيهات سمو الشيخ ناصر؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية حبيت أشكركم لإتاحتي الفرصة بالمشاركة لدعم الحملة الوطنية في النخير، هذه الحملة الوطنية اللي تدعم الجهود اللي قاموا بها فريق البحرين واللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، واللي طبعا الجميع من دول العالم والمنظمات الدولية قام بالثناء على ما قامت به هذه اللجنة الوطنية. طبعا أشكر جلالة الملك على إطلاق الحزمة المالية، واللي مملكة البحرين امتازت أن القيادة الرشيدة هي اللي بادرت في البداية في دعم هذه الجهود من خلال هذه الحزمة. كما أود أن أشكر فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد وما قاموا به من جهود في خلال هذه الحملة الوطنية ضد فيروس كورونا. كما أود أن أشكر سمو رئيس الوزراء بحكومته الرشيدة في معاونة فريق البحرين من أجل الوصول إلى أفضل النتائج لمحاربة هذا الفيروس كورونا. طبعاً حملة في النخير، يعني الحملة اللي أطلقها سمو الشيخ ناصر مشكور، هذه الحملة اللي تتيح للمواطنين المشاركة مع الحكومة الرشيدة والقيادة الرشيدة للدعم الجهود الوطنية المشكورة. طبعا كلمة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة دخلت قلوب الجميع وأثرت على الجميع، وخلت شعب البحرين يتحرك مع هذه الحملة الوطنية. طبعا ما أنسى السلطة التشريعية ومشاركة في الحملة الوطنية، اللي دائما احنا ما نكون متعاونين مع السلطة التنفيذية في محاربة هذا الفيروس. أثبت شعب البحرين بأنه قادر على عبور جميع الأزمات اللي تمر عليه، ويعني أنا أشكر سمو الشيخ ناصر مرة أخرى على إتاحة هذه الفرصة لنا، وأدعو التجار والجمعيات الخيرية للوقوف مع هذه الحملة الوطنية. اليوم ترى يعني الفلوس ما لها قيمة أمام الصحة، أهم شيء إن إحنا ندعم، وحتى أولياء الأمور نود مشاركتهم في هذه الحملة الوطنية. علم أولادك المشاركة حتى لو بدينار واحد، علمهم شلون يكون روحهم الوطنية توقف مع هذا الوطن اللي يعني أعطانا الكثير، دول يعني قريبة يعني قريبة منا قاموا يستقطعون من رواتبهم. احنا الحمد لله الحكومة أعطتنا الفرصة ان احنا نشاركهم وندعمهم ونعزز روحنا الوطنية من خلال هذه الحملة الوطنية. في الختام أود أن أقول حق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، يا أبو حمد لا تحاتي، ترى شعب البحرين يبيض الوجه إن شاء الله. شكرا. شكرا لك سعادة النائب إبراهيم النفيعي عضو مجلس النواب، متواصلين معكم مشاهدينا. طبعا في مثل هذه المواقف والظروف فعلا يبين معدن الشخص، ويبين إيش كثر أن البحرين محبوبة مو بس من بين أهلها، ولكن أيضا من المقيمين كذلك. اي والله، يعني صدقت بسام، وهذه تاكيد على كلامك اعلن السيد جزير روبالا المدير الاقليمي لمجموعه لولو هايبر ماركت في اتصال خاص لبرنامج مجتمع واعي. خلينا نتابع شنو اللي قال للسيد جزير وراجعين. First of all, we would like to extend our deepest appreciation and gratitude to His Majesty King Hamad, His Royal Highness the Prime Minister Sheikh Khalifa, His Royal Highness the Crown Prince and the First Deputy Prime Minister Sheikh Salman, for the leadership and the dedication
and the vision which they have been showing in this difficult time towards Bahrain and towards the people of Bahrain. We are honored to be part of such a wonderful country and have been supporting each and every initiative taken by the government, by the leadership. Our deepest appreciation for His Highness Sheikh Nasser, who's wonderfully leading this FINA CARE campaign during these difficult times. And as Lulu Hypermarket, you know, we are honored on behalf of Lulu Hypermarket, on behalf of my chairman, Mr. Yusuf Ali. We are very happy to contribute, to support this noble gesture by contributing 100,000 dinars towards the FINA CARE campaign. We believe that the country and the leadership is doing everything possible during these times, and we are really honored to be part of such a wonderful movement. Thank you very much. نشكر بالطبع مجموعة لولو هايبر ماركت على مسامحتهم بمبلغ 100,000 دينار، والله يعطيهم الصحة والعافية. في تعاون مجتمعي من أجل دعم الأسرة والمساهمة في استقرار الحياة الاجتماعية نشوفها على أرض الواقع من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، حيث تلعب المؤسسة دور فاعل في هذا المجال. تأكيد رقية، المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تستلهم كل نجاحاتها من خلال رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وكذلك أيضا اللي أولى جلالته كل الرعاية للمواطنين وكذلك للمقيمين. نتابع هذا التقرير. هي رائدة في العمل الخيري والإنساني، أتت بعد إنشاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لجنة لكفالة جميع الأيتام البحرينيين من الأسر المحتاجة والأرامل البحرينيات. كانت هذه اللجنة هي البذرة الأولى للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية فيما بعد، وعملت اللجنة منذ نشأتها على تقديم الرعاية الشاملة للفئات المستهدفة والارتقاء بالمواطن البحريني والاهتمام بشؤونه من النواحي المادية والنفسية والاجتماعية. يستفيد من المؤسسة أكثر من 10,000 من الأيتام والأرامل وأكثر من 4,000 في الرعاية التعليمية، أما لمن يعند الرعاية الصحية فتجاوزت الأرقام 8,000 مستفيد لنصل إلى أكثر من 25,000 مستفيد من المساعدات الإنسانية. ولم تقتصر أنشطة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على البحرين، إنما تجاوزت حدود المملكة لتصل إلى العالم وتحصل على إشادات دولية. المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مكنت المستفيدين في مختلف مناحي الحياة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً من خلال تحقيق أفضل السبل نحو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر المكفولة من قبلها وفقاً لرؤية 2030 وضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. طيب لك
مشاهدينا، لا زالت حملة فينا خير مستمرة، ونعلن لكم مساهمة إضافية من المواطنين تضاف إلى سلسلة المساهمات طوال هذا اليوم بمبلغ 98,400 دينار بحريني، ومساهمة أيضا من شركة ساري للتجارة العامة بمبلغ 20,000 دينار بحريني، وأيضا مساهمة من شركة علي راشد الأمين بمبلغ 25,000 دينار بحريني. تفاعل كبير أمانة قاعدين نشهده اليوم في حملة فينا الخير، وأكيد كان لرجال الأعمال دور كبير اللي تجسد في إسهامهم في الحملة واللي يعكس استثمارهم في الحملة الوطنية. أكيد يا رقية، احنا بنتكلم أكثر مشاهدينا عن دور رجال الأعمال وإسهاماتهم بالتأكيد، ويسرنا يكون معنا على الهاتف السيد عثمان شريف الرئيس رجل الأعمال. مسي عليك بالخير أستاذ الكريم. الله يمسيك بالنور والسرور أخوي. اليوم شلون تشوف يعني دور رجال الأعمال وساهماتهم في حملة فينا خير؟ والله بداية الحقيقة أود أن أشيد بالجهود الحثيثة الحقيقة اللي لجلالة الملك، وإحنا كرجال أعمال نثمن الدور الكبير اللي الحقيقة تقوم بالقيادة السياسية. نعم. واهتمامها بالتصدي لهذا الفيروس كورونا 19 كوفيد بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان، وأيضا اليوم عندنا توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد ممثل جلالة الملك بالأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية. الحقيقة كانت إطلاق المبادرة هذه جاءت في وقتها، وأنا أعتقد أن القطاع الخاص في أي ظرف من الظروف ما يتردد بأن يكون أيضا أن يبادر ويشارك في كل ما يعني يطلب منه من خلال سواء كانت تبرعات أو الوقوف مع الحكومة كقطاع خاص من أجل دعم توجه الحقيقة للحكومة. ولا شك ان يعني الفريق الوطني اللي اليوم يقوم بدور كبير من اجل احتواء هذه الجائحه يعني هو محل تقدير ومحل يعني يجب ان نقف معه كقطاع خاص وكمواطنين، لان هذا الموضوع هو انا اعتقد انه جزء من الامن الوطني وليصب مصلحة الوطن بالدرجة الأولى والمواطن، وحرص القيادة السياسية وجلالة الملك يعني على رأسهم جلالة الملك والفريق الوطني قيادة صاحب السمو ولي العهد والشيخ ناصر ما أطلقوا هذه إلا هي يعني لإطلاع الشعب بأن هناك فعلا في حاجة ماسة في ظل الظروف هذه، أن الكل يجب أن يقف وأن يتكاتف من أجل الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر،
وبالتالي أيضا إحنا اليوم لا شك أن يعني حسب الإحصائيات اللي يومية اللي نشوفها بأن الخطوة الحقيقة والخطوات اللي اتخذت مملكة البحرين والفريق الوطني والقائمين على في اللجان هذه مبعث ارتياح، و يعني أشادوا كثير من الدول بالخطوات الاحترازية اللي اتخذتها أو المسبقة اللي اتخذتها مملكة البحرين. وأنا أعتقد اليوم إحنا في القطاع الخاص مطلوب منا أيضا أن نكون جزء من هذا من هذه الحملة والفريق الوطني، ولله الحمد البحرين بخير، ومثل ما نقول يعني المسمى إحنا الحملة فينا خير، هي الحقيقة يعني تؤكد بأن البحرين بخير. وأنا أشوف من خلال الاتصالات التي ومن خلال ما تقدمه هذه الشركات، أنا أعتقد أنه جزء بسيط من اللي يجب أن يقدم، وأتمنى وأتطلع أن تبادر أيضا العديد من القطاعات في القطاع الخاص وبالتحديد المؤسسات المالية والشركات أو البنوك الأجنبية اللي موجودة أيضا مع البنوك الوطنية اللي فعلا بادرت البداية. وأتمنى أن نشوف أيضا المزيد من البنوك الأجنبية اللي موجودة في البحرين سواء التقليدية أو الأوفشور، أن يكون لهم دور أيضا، لأنهم في النهاية هم أيضا جزء من المجتمع. والموضوع يمسهم ويمس مو بس المواطن، يمس الوافد والمواطن بالتحديد. واتمنى ومبارك لكم هذه الجهود. لا شك استاذ الكريم، يعني الحملة مستمرة، حملة فينا خير، ونحيي فيكم طبعا كرجال أعمال هذه الروح الوطنية العالية وعلى يعني إسهاماتكم السخية. شكرا لك السيد عثمان شريف الرئيس رجل الأعمال، شكرا جزيلا لك. شكرا. ايضا يسرنا ان ينضم لنا عبر الهاتف السيد عبد الله الكوهجي رئيس شركه سبتركون للتنظيفات التابعه لمجموعه محمد محمود الكوهجي. تفضل اخ عبد الله، لك الكلمه. السلام عليكم. عليكم السلام. بدايه نتوجه بالشكر حق كل مواطن بحريني ساهم في حمله فينا خير اللي اطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه، واحنا تعودنا على مبادرات سموه، وفي ظل القيادة الرشيدة واجب علينا أن نساهم ولو بالقليل حق ديرتنا ونرد لها جزء بسيط من جمايلها. فنشكر لكم جهودكم وموفقين إن شاء الله. السيد عبد الله الكوهجي يعطيك العافية، وشكرا لكل من ساهم اليوم في حملة فينا الخير. طبعا مشاهدينا، التلاحم تعايش المجتمعي في مملكة البحرين مكون أساسي ورئيسي لحياتنا في البحرين، وهذا الشيء اللي احنا دائما يخلينا متكاتفين مهما كانت الظروف ومهما مرت علينا التحديات. أكيد أرقية، شعب البحرين سواء مواطنين ومقيمين وتجار ومستثمرين كانوا ولا زالوا مثال للوقفات المشرفة والفزعات الطيبة اللي رفعت رأس البحرين وكان الرهان دائما عليها. نتابع معاكم مشاهدين هذا التقرير ونرجع لكم مرة ثانية. تلاحم وتعاضد شعبي كبير جسدته الوقفة الوطنية غير المستغربة على مواطني ومقيمي أرض مملكة البحرين الذين يسطرون في ظل تحدي فيروس كورونا الحالي أروع الأمثلة في التلاحم الشعبي والتكافل الوطني بمشاركة وطنية واسعة في حملة فينا خير. الفزعة الوطنية الواسعة شارك بها رجال الأعمال من مختلف القطاعات والمجالات، مواطنون ومقيمون أثبتوا بمشاركتهم هذه مدى تحملهم المسؤولية الوطنية المشتركة وأهمية دورهم الفاعل في دعم الجهود الوطنية ورفع راية البحرين دائما في مختلف الظروف والأوقات. العديد من الشركات الوطنية والمؤسسات الناشطة في السوق البحرينية أعلنوا عن مساهماتهم في حملة فينا خير بما فيهم البنوك والمؤسسات العاملة في القطاع المصرفي لما يشكلونه من دور فاعل ومؤثر، علاوة
على العديد من الشركات الكبرى التي لطالما كانت السند والداعم لجهود البحرين ومساهمة فاعلة في الحفاظ على عجلة التنمية تسير بشكل ثابت ومستقر مهما عظمت التحديات. الأزمات والصعوبات هي الاختبار الحقيقي الذي تراهن عليه البحرين بأبنائها وبتلاحمها المجتمعي وصلابة موقفها ومتانة اقتصادها وقوة بنيانها. وقد أثبت التاريخ بمراحله الصعبة أصالة معدن المجتمع البحريني ومكانة المقيم والمستثمر الكريم الذي لم يأل جهداً عن مساندة الوطن الذي قدم له كل المساندة والمساعدة لتبقى البحرين بذلك مثالاً للمجتمع الواعي والمتلاحم الذي يعي حجم مسؤولياته الوطنية وأهمية دوره الفاعل في تجاوز التحديات التي تواجهه بكل ثقة وإصرار يستمدها من قيادته الرشيدة في الوقوف صفاً واحداً متلاحماً لمواصلة مسيرة النماء والازدهار التي تنعم بها مملكة البحرين. لا شك ان هذا اليوم يوم من الايام اللي راح يدونها سجل الفخر لمملكتنا الغاليه، واللي ما راح ننساها وراح نستذكرها يعني جيل ورا جيل، وراح تستذكرها مملكه البحرين كذلك. وراح نتكلم اكثر عن التفاعل اللي شفناه اليوم مع حمله فينا خير. معنا عبر الهاتف السيد علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مسي عليك بالخير. مساكم بالخير والنور. أستاذ الكريم، شلون توصف لنا تفاصيل هذا التفاعل الكبير مع حملة فينا خير واللي شهدناه اليوم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة نشكركم هذه الاستضافة وأمسي عليكم بالخير وعلى كل المشاهدين. طبعا الخير عم البحرين، الحمد لله رب العالمين. وفي البداية أنا أحب حقيقة أشيد بالجهود الوطنية اللي يقودها فريق البحرين برأس سمو ولي العهد، اللي أثبتت صراحة عن جدارة يعني علو كعب البحرين، وهي اتخذت كل الإجراءات الاحترازية وسبقت حتى دول متقدمة ودول أوروبية كبيرة. بالنسبة حق الحملة اللي طول عمرك حملت فينا خير، هذه يعني البحرين يعني مثل ما يقولون معروفة بالخير، معروفة من سنين بالخير، ويعني تجاوب المجتمع حقيقة مع هذه الحملة، هذه يعني ذي التأثير سمو الشيخ ناصر الله يحفظه ممثل جلالة الملك مع العمان الإنسانية، وأن حب الخير أصلاً منبع في البحرين من الأساس. طبعاً هذه الحملة اللي تبناها سمو الشيخ ناصر يشكر عليها حقيقة، وبينت المعدن الأصيل للبحريني من خلال يعني تحركه ومن خلال عطائه، لدرجة أن احنا وصل المبلغ الآن حوالي تقريبا 16 مليون، وهذا شيء مو غريب على البحرين وعلى كل بحريني في هذه المملكة الطيبة. الشعار حقيقة شعار الحملة فينا خير يعكس حقيقة اللي تميز فيه مثل ما ذكرت المجتمع البحريني، يتميز بالتكافل الاجتماعي، يتميز بعمل الخير، حبه للعمل التطوعي على مر العقود. لما فتح الباب للتطوع حقيقة في يعني في قوة الدفاع وفي الأمن العام، ناس تسارعت للتطوع، ولما فتح الموضوع للحملة الوطنية المساعدة في يعني مكافحة فيروس كورونا، المتطوعين فاقوا 30,000، وهذا غير مستغرب حقيقة. بل ما أخفيكم سر حقيقة أن حتى كثير من المقيمين، بكون نحن يعني نلتقي مع مختلف من فئات المجتمع، حتى المقيمين من أبدى استعداد في كل الميادين أنه يساهم في التطوع وفي المشاركة في يعني المساهمة في حب البحرين. هذه طبعا هو ينطلق حقيقة الموضوع يعني من منطلق واجب وطني حقيقة، لبى النداء كل بحريني، القطاع الخاص، كل فئات المجتمع. هذه النجاح مثل ما ذكرت دليل تأثير إيجابي حقيقة لسمو الشيخ ناصر الله يحفظه وجهوده الشبابية والخيرية وتجاوب المجتمع معه. هذه المبادرات اللي دائما يطلقها يعني مو أول مرة، وسبق أن حقق سمو الشيخ ناصر الله يحفظه نجاحات كثيرة بقيادته في العمل التطوعي والخيري من منطلق
كونه ممثل الأعمال الخيرية لجلالة الملك الله يحفظه، وكذلك يعني دوره وأنه يدير بجدارة حقيقة المؤسسة البنكية للأرباح الإقتصادية، وكان سبق في توجيهات جلالة الملك الله يحفظه في المبادرات الكثيرة ما مستوى البحرين فقط، حتى على المستوى الخارجي أعمال إنسانية موجودة يعني وفيها تحرك طيب. مثلا عندنا على سبيل المثال في غزة المساعدات حقيقة والمشاريع اللي صارت الخيرية والنوعية، هذه يعني ينم عن الوعي والإنسانية وحب الخير في البحرين. يعني هذا الأمر احنا نقول هذا الجائحة اللي مرت على البحرين رب ضرت النافعة، بينت البحرين وبينت أمور كثيرة احنا ممكن احنا نتداركها وممكن احنا نسعى عليها، ممكن تحرك بما ان احنا في بلد يحب الخير ويحب الإنسانية ويحب السلام ومحب السلام، هذه كلها الجائحة بتروح بفضل رب العالمين. نعم. ثم قيادة جلالة الملك وجهود فريق البحرين، والبحرين حقيقة مجتمع مترابط. وأخيرا يعني أنا أقول حقيقة في كلمة أخيرة، أي مبادرة إيجابية تنقلنا إلى وضع أكثر أمان يجب أن احنا ندعمها، يدعم المجتمع ويدعمها يدعمها الجميع بلا شك. يعني يثبت شعب البحرين يوم عن يوم بأن شعب معطاء محب للخير. السيد علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا متواصلين معاكم، ونعلن لكم أيضا عن مساهمة من شركة أحمد يوسف المرباطي وأولاده بمبلغ 20,000 دينار بحريني. ويسرنا أن ينضم لنا عبر الهاتف السيد عصام الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية. تفضل أخ عصام لك الكلمة. مسيكم بالخير. يا هلا وسهلا فيك. مسيك بالنور يا هلا. عطاكم على القوة إن شاء الله. يقويك. الله يقويك. حبيت أنقل لكم تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية جميع منتسبي شركة التكافل الدولية. أتقدم بخالص الشكر والعرفان لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على إطلاق مبادرته النبيلة، ويسعدنا في شركة التكافل الدولية أن نساهم بمبلغ 20,000 دينار في حملة فينا خير. والشكر أيضا موصول الطاقم الطبي وجميع العاملين في الخطوط الأمامية، والله يحفظ البحرين من كل شر، وعساك مع القوة إن شاء الله. شكرا لك، أشكرك جزيل الشكر الأخ عصام على هذه المداخلة والمساهمة كذلك. بسام، يعني سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة صاحب المبادرات الرائعة والمشجعة، دائما طبعا نشوف أنه ملهم ومشجع للشباب ولكل المواطنين والمقيمين، وهو أيضا صاحب الأفكار الجديدة وثقته بالشباب تبين مع يعني بكل وضوح لمن يسلمهم المسؤولية، يفتخر فيهم وبإنجازاتهم مثل ما شفنا في عام الذهب. سموه دائما رقية، يعني سباق أيضا في الأعمال الإنسانية والخيرية إن كان خارج البحرين أو حتى داخل البحرين، وهذا يدل على روح سموه المعطاء والكريمة. تابع هذا التقرير وراجع معكم. سيدي جلالة الملك الله يطول عمره علمنا سر الفوز والنجاح، علمنا سواء كان طريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة، وأنا من حسن حظي حصلت الطريقة المباشرة، ربيت من الصغر أشوف جلالة الملك وأتعلم منه، ويشوفني أفوز ويشوفني أخسر، لكن ما يغير في مبدأه أي شيء، دائما يدفعني أني أنا أروح للأفضل. صاحب المبادرات الإنسانية والخيرية ملهم للشباب والمجتمع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الذي أطلق حملة فينا خير مؤكداً استمرار حمله للمسؤوليات العظام من أجل دعم جهود المملكة واستمراره الدائم في تشجيع المجتمع البحريني للحصول على شرف المشاركة والمساهمة في أي تحد تمر فيه المملكة. جهود وطنية أطلقها سموه للارتقاء بالمملكة في مختلف المجالات، وهذه المبادرة لم تكن الوحيدة، إنما كانت نتاج ثقته بالمجتمع البحريني ووعيه وحبه لهذه الأرض مملكة البحرين. فسموه لطالما كان رهانه على الإنسان والمعدن الأصيل لشعب المملكة ومحبته كأسرة واحدة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. سموه أطلق سابقاً عدة مبادرات هادفة تهتم بتنمية المواطن والمقيم، منها برنامج استجابة الذي يمثل محطة مهمة من محطات الدعم والابتكار للرياضة البحرينية، وبرنامج فرص الذي أعلن عنه سموه كأحد مبادرات البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشبابي والرياضي في المملكة، وذلك من خلال تقديم فرص ومنح تدريبية للشباب في العديد من الشركات والمؤسسات والعديد من المبادرات والمساهمات الإنسانية والتي تصب في مصلحة الاستثمار في الإنسان، مبادرة متوافقة مع التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وداعمة للمبادرات الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد، تأتي في هذا التحدي الصحي وتؤكد تكاتف المجتمع البحريني بأكمله للخروج بمحبة أكبر بعد الانتهاء من تحدي كورونا. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة ضمن حملة فينا خير اللي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد الله يحفظه إن شاء الله. ويسرنا أن ينضم لنا عبر الهاتف السيد سطام القصيبي الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري. تفضل السيد سطام، لك الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله، الله يمسيكم بالخير. يا هلا وسهلا فيك. عليكم السلام. الحقيقة نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري وجميع منتسبيه، أحب أني أتقدم بالشكر والعرفان إلى مقام جلالة الملك وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء على الجهود الجبارة اللي يقومون فيها لاجتياز هذه الجائحة وهذه المحنة اللي الجميع يمر فيها. كما أتقدم بالشكر إلى الشيخ ناصر اللي أثبت مرارا وتكرارا أن لديه القدرة على تحريك الشارع البحريني لما فيه خير وصلاح مملكتنا الغالية، إيمانا منا في المصرف بأهمية الشراكة المجتمعية. نحب أن يكون لنا مساهمة في هذه المبادرة بمبلغ 200,000 دينار، ونتمنى وكلنا ثقة بحكمة قيادتنا الرشيدة، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد. كل الشكر والتقدير لك السيد سطام القصيبي الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري. شكرا لك. طبعا وقفة شعب مملكة البحرين وقفة تاريخية يشهد لها الجميع ويسطر من خلالها ابناء البحرين أروع المواقف تاريخية. والبحرين دائما تتفاخر بهذه الفزعة، وهني يسعدني تكون معنا عبر السكايب عضو مجلس الشورى الدكتورة جهاد الفاضل. مساك الله بالخير دكتورة، وشلون تشوفين وقفة وفزعة هل البحرين في حملة فينا خير؟ الله يمسيكم بالخير ومسي بالخير على المشاهدين الكرام. طبعا مبادرة الخير اللي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد الله يحفظه هي مبادرة إنسانية كبيرة، لأن الهدف منها نبيل وهو دعم جهود الدولة للتصدي لهذا الفيروس. رسالة سموه الصادقة والمعبرة للشركات الكبرى وللأفراد من خلال التبرع اللي قام به من حساب الشخصي كان لها الأثر الطيب في إيقاظ المسؤولية المجتمعية لدى الجميع. هذه الحملة هي فزعة وطن وشعب من أجل تحصين كل البحرين من خطر هذا الفيروس. الأبطال في الكوادر الطبية في الصفوف الأمامية يقومون بواجبهم، الأبطال في المنافذ يؤدون واجبهم،
واليوم هي دور المجتمع وما اتساتر بدأ هذه الأمور. البحرين قدمت تسهيلات كثيرة وكبيرة للشركات والمؤسسات في قطاع الخاص، وهذه التسهيلات ما توقفت حتى في هذه الأزمة. الحكومة مثل ما شفنا قدمت حزمة مالية واقتصادية بمبلغ 4.3 مليار دينار لدعم القطاع الخاص وأيضا تزويد رواتب المحترمين العاملين في هذا القطاع. مثل ما نعرف النظام الصحي بحاجة لميزانيات ضخمة، خاصة أن البحرين لم تفرق بين مواطن أو مقيم أو حتى زائر، وهذا طبعا بناء على توجيهات ملك الإنسانية جلالة الملك الله يحفظه. بلا شك الجميع متضرر اقتصاديا من هذه الأزمة، لكن هل هذا يعني أن نحن ما نتكاتف، ما نتعاون، أو ما نقوم برد الجميل والمساندة؟ طبعا لا، المشاركة في هذه الحملة جزء من الواجب الوطني لكل فرد أو جهة. الحمد لله الكل يتساهل من كبير وصغير، حتى الأطفال. أمس سمعت أن طفل عمره 10 سنين طلب من والدته أن يكسر حصالته حتى يساهم بالمبلغ اللي فيها لحملة فينا خير. هذه هي الروح الكبيرة والتنشئة الوطنية اللي تلبي النداء في المكان. اليوم كلنا شركاء في مواجهة هذا الفيروس. فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد الله يحفظه يقود الحملة الوطنية بكل مهنية واحترافية، وبإذن الله سنعدي هذه الأزمة بأقل الخسائر. الخير دائما مستمر وأصيل في بلد الخير، هذا البلد الأصيل بقيادته وشعبه. عضو مجلس الشورى الدكتورة جهاد الفاضل، شكرا لك طبعا وللمداخلة. طبعا نواصلين معكم مشاهدينا باقي فقرات برنامجنا، وكذلك نعلن لكم عن مساهمة من شركة إيلامس التجارية بمبلغ 10,000 دينار بحريني. حقيقة يعني بسام، المجتمع البحريني لطالما عرف عنه أنه كان مجتمع واعي ومتفاعل، مجتمع يقدر وطنه وقادر فعلا على دعم ومساندة نفسه في الأزمات والأوقات الصعبة وفي التحديات. أكيد طبعا مجتمعنا قدر في الماضي أن يتجاوز العديد من التحديات ويحولها لفرص ولمنجزات ولموطن قوة يقدر من خلالها أن يقدم ويعطي أكثر وأكثر. أكيد طبعا راح يقدم أكثر وأكثر، ويسعدنا أن يكون معنا في الاستديو سعادة النائب أحمد السلوم عضو مجلس النواب. مساك الله بالخير ويا هلا وسهلا فيك. مساكم الله بالنور. سعادة النائب، اليوم أنتم كسلطة تشريعية في ظل هذه الظروف، شلون نشوف اليوم الدعم والتآزر يعني اللي قاعد يعطي صورة جميلة جدا لمجتمع متكاتف متلاحم بحريني؟ أولا أنا أشكركم أن أكون معاكم اليوم في هذا اليوم التاريخي، وطبعا أول شيء أبتدي أني أشكر جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء سمو ولي العهد وسمو الشيخ ناصر على الحزم اللي من أول يوم طلع فيروس الكورونا، وهم كانوا من بدايته شغالين، وخصوصا سمو ولي العهد مع فريق البحرين كان من أول أيام، وإحنا كنا لنا الشرف أن كنا أسبوعيا نجتمع معه وكنا نطلع على يعني التطورات اللي تصير، ونطلع عليه معهم على شنو دور مجلس النواب ودورنا إحنا يعني كمجلس تشريعي، أن إحنا نتخطى معهم في نفس السرعة اللي هم يمشون فيها، شلون إحنا نمشي معهم بنفس هذه السرعة وهذه الخطوات. طبعا كان دور مجلس النواب أنه هو كثير من المقترحات قدمها عن طريق المجلس، مقترحات اللي لها علاقة بالحزم المالية الليات اللي هي كانت 4.3 مليار دينار بحريني، كانت هذه شراكة ما بين المجلس والحكومة، كذلك مع غرفة التجارة وصناعة البحرين، كلهم طلعوا في هذه الحزمة مع بعض. فكان دور المجلس أنه هو تبنى أو اقترح هذه المقترحات، يوم جاء دور المجلس في تشريعها في أنه هو خلصها في سرعة قياسية عشان يبين أثرها في يعني السوق، أو يبين أثرها حق الناس اللي تأثروا تأثر كبير من فيروس الكورونا. كذلك يعني
كل جلسة المجلس يشوف شنو التطورات اللي قاعد يصير في الفيروس، يقدم كذلك مقترحات بصفة استعجال. هذه المقترحات الحكومة تأخذها بعين الاعتبار وتسرع هو فيها، فكان العمل صاير عمل شراكة وعمل مشترك. كذلك يعني اليوم احنا نتكلم فيه نخير البحرين، الحمد لله رب العالمين تاريخها من بدينا، يعني الكل يشهد ان البحرينيين يشيلون بعضهم بعض، التليفون ودائما يد واحدة. في النخير كذلك كانت مبادرة حتى يوم سمو الشيخ ناصر أطلقها، قال هذه مبادرة حسب طلب مجلس النواب اللي هو كان يتكلم فيها ويطلب أن يكون في صندوق، وهذا الصندوق كانت تحت كذلك مقترحات أن يكون في صندوق، هذا الصندوق يجمع كل يعني الناس اللي تبي تساهم في هذا الخير، اللي تبي تساعد في هذه البحرين، اللي تبي تساهم في أن تخفف الآثار، تخفف أثر الكورونا اللي قاعد يطلع أو أثر الناس، يعني ناس كثيرة متأثرة يعني في مختلف القطاعات. يمكن الحزم المالية الأولية غطت جزء، اليوم حتى كذلك يوم جاء التمكين بتغطي جزء، لا زال في جزء ما حصل يعني ما يغطى تحت أي مظلة رسمية. أعتقد أن هذا الصندوق وهذه المبادرة ومشاركة المواطنين قبل التجار فيها هي اللي راح يعطيها أثرها. قاعد نشوف يعني هذا الصندوق قاعد يتحقق على أرض الواقع، شفنا الاستجابة السريعة من المواطنين لهذه الحملة والأرقام في تزايد. وأنا اسمح لي يعني راح أعلن عن هذه المساهمة أيضا من بنك EFG بمبلغ 160 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 60,160 دينار بحريني، ومساهمة أيضا من شركة كرام للتجارة بمبلغ 10,000 دينار بحريني. يعني قاعد تشوف هذه المساهمات ساعة الناب، يعني توهي خير اكيد علينا ساعة الناب. يعني انا ودي اتكلم معاك، يعني احنا شفنا التكاتف هذا الشعبي والتكافل ما بين الشعب والقيادة وكذلك رجال الاعمال، يعني في لحمة وطنية بين الجميع لا شك. وقاعد نشوف ايضا مساهمات من المقيمين، وايضا لا ننسى يعني ان ايضا حملة فينا خير ايضا فتحت المجال ايضا للمساهمة ب يعني بالامور العينية كذلك، يعني فباب المشاركة مفتوح صحيح، وسواء بالمال او سواء بالامور العينية. فبرأيك يعني شلون تشوف هذه الحملة واهمية هذه الحملة، شلون راح تنعكس ايضا على يعني جهود مملكة البحرين في مواجهة هذا الفيروس وكذلك على الاقتصاد ايضا؟ هو طبعا الصندوق يعني جاء ينظم العملية، وهو تنظيم العملية اللي هي الخيرية والتبرعات سواء كانت نقدية أو عينية شيء مهم. أن التبرعات تروح في صندوق واحد وتطلع المبادرات حق مستحقيها، أن الواحد ما يحصل أكثر من تبرع أو أكثر من مكان، يعني لو كانت في جمعيات الخيرية مثل ما هي موجودة أو في المبرات أو في الشركات نفسها يمكن الشخص يحصلها كذا مرة، لكن لما يكون في صندوق واحد وهذا الصندوق يطلع بعدين مبادرات يدعم فيها الأشخاص، يدعم فيها اللي تأثروا بالكورونا ما حصلوا التعويضات، نعم. أكيد هذا الشيء راح يأثر إيجاباً أنه يتوصل حق كل محتاج. نعم. التبرعات العينية كذلك راح تتنظم، يعني أنا مثلاً أتكلم على المؤسسات الصغيرة واللي إحنا نمثلها. اليوم المؤسسات الصغيرة كان لها دور في هذه التبرعات، وخصوصاً يوم أطلقوا التبرعات العينية. يعني أنا أعرف أن في شركة صغيرة تبرعت بلابتوبس حق الأطفال الموجودين في الحجر التعلم، في شركات زراعية راحت زرعت المكان لهم على أساس تكون بيئة خضراء وتكون موجودة. هاي التبرعات العينية هم تشجعوا فيها يوم سمو الشيخ ناصر أطلق هذه المبادرة، فصار فيه كيان موجود يقدر هذه يعني التبرعات العينية. كذلك إن هاي راح يعطيهم أفكار، الناس تحتاج أفكار، ناس عندها طاقات عندها موارد عندها إمكانيات. يعني أفكار بس تحتاج من ينظمها، فهذا الصندوق توجيه. اليوم فقط أنا ما أعتبره صندوق يعني يجمع على ترتيب الصندوق راح يوجه العمل الخيري، يعني المؤسسة الملكية على مستوى العالم معروفة، معروفة شلون هي تدير هذه الأمور وشلون هي تشتغل تأكيد. بشكل بالضبط، فهي لما تمسك وتكون هي جزء مع سمو ولي العهد مع فريق البحرين وماخذ هذا جزء التبرعات وتنظمه بطريقة، أعتقد أن العمل راح يتطور وراح يكون أسرع وراح تكون المبادرات أكثر. أنا ما أتوقع أن هذا راح يخلص، هاي عمل راح يستمر، المبادرات راح تستمر، والصندوق أنا أتوقع أن بيتم مفتوح ويطلق وتطلق في المبادرات سواء النقدية أو حتى العينية. أنا جدا متفائل وجدا مسرور صراحة بهذا الصندوق
ويا في وقته ان شاء الله. طبعا احنا متاكدين من هذا الشيء وما في شك. نعم. ان دائما احنا نقول احنا في بلد الخير ودائما راح يكون فينا خير. متاكد يا رقية متواصلين معك يعني سعاده النائب. مشاهدينا مبادره سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه بتوجيه المؤسسه الملكيه للاعمال الانسانيه لاطلاق حمله فينا خير لدعم الجهود الوطنيه لمكافحه فيروس كورونا مو غريبه ابدا على سموه هذه المبادرات يا رقية. صدق بسام، يعني ناصر بن حمد دائما ما كان همه الاول هو مساعده الاخرين ودعم المشاريع الانسانيه وتشجيعها، واليوم سطر يعني لنا سطر جديد في كتاب سموه للانجاز والمسؤوليه. خلونا نتابع معاكم تقرير الزميل حمود الجيب وراجعين مع ضيفنا في الاستديو. اذا طفت خط النهايه وشكلي مثل شكلي كل مره فاكيد انا سويت شيء غلط. لابد اني انا اكون بذلت قصاري جهدي باخر نفس اني اوصل خط النهايه. ناصر بن حمد تعلمنا منه ان السقوط هو بدايه النجاح، وان وعد الحر دين والاهداف تستحق الكفاح، وان الاصرار والعزيمه هي الوقود والسلاح، وان اهداف الرياضه ليست دائما تنافسيه بل تتعدى ذلك وترسخ القيم وأسمى معاني الإنسانية، وأن تكون قدوة هو أمر لا يحدث بالكلام إنما بالأفعال والعمل بجد والتزام. هذه دروس وعبر تفيد الإنسان مهما كبر، واليوم سطر جديد يكتب في كتاب الإنجاز والمسؤولية، والهدف هو دعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا من خلال تدشين حملة فينا خير، والتي أطلقتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب. الملك الله يطول عمره باع كل شيء، وتعرفون الشرى شرى صحتكم وسلامتكم. التكامل والتعاون التام هو ما يدفعنا للتقدم للأمام. هذه هي القاعدة وهذه هي الرؤية لتجاوز تحدي فيروس كورونا بنجاح. وتاريخنا الوطني سجل لأهل البحرين مواقف عظيمة وأمثلة في التكاتف مكنت البحرين من تخطي العديد من التحديات، واليوم للمواطنين والمقيمين دور إيجابي، وهو ما يعكس مستوى الوعي المجتمعي الذي يتمتع به شعب مملكة البحرين.